في هذا الكتاب ديال الدكتور مصطفى النودالي لا غيريزون اي لوتو غيريزون، وفي جو دائما الثقه في النفس. نعم غادي ندوزوا لواحد الفقره مهمه عندنا في البرنامج وهي فقره رياضه. كل حلقه كنتعرفوا على رياضه جديده. اليوم غادي نعرفكم على واحد الرياضه اللي هي الكونغ فو. نشوفوا الغوبورتاج ونرجعوا لكم. بل هذا النوع الكونغ فو جالا كوضا من ناحية التقنية تيمتاز بعدة تقنيات ولي كما تتقاسمها مع بعض الرياضات، وكاين دابا بحال فيه خصوصية حيت ما بما كاين نوع تاع كونغ فو ولا كونغ فو إذا اختلفوا في الطريقة. بالنسبة للأساسية ديال الكونغ فو جيالان كوداو فيه يعني يخدموا مجموعة تقنيات اليد الرجل، فيه يعني الأسلحة التقليدية كالعصا النانشاكو السلسلة، فيها عصا الطويلة، فيها الهانيبال، فيها ليزانو، يعني كاين مجموعة ديال ليزام اللي هما تيتصايبوا بواحد التركيبة ديال المتسلسلة الحركية اللي تسمى عندنا في الفيتنامية تسمى الكوين، أو عند اليابانية تسمى الكاتا، أو عند الكورية تسمى بومسي، أو عند الصيني تسمى طاو. هاد الكوين هادو يعني تيكون فيهم واحد البصمة أو بصمة حركية خاصة ما بين كل فن حربي وفن حربي. تنديرو حنا كونغ فو جيالان كوداو هو كونغ فو فيتنامي اللي عنده واحد التركيبه وخارج من واحد مجموعه خبره ديال الاستاذ هوان هاي المؤسس ديال هذه اللعبه هذه، اللي هو هذيك التركيبه ديالها في المدارس اخرى فيتناميه خرج بعد البحث ديالو خرج هذا الكونغ فو جيالان كوداو اللي عنده واحد البصمه خاصه طيب الحال اللي مختلفه على المدارس الاخرى. هاد الكونغ فو جيالان كوداو تيمتاز بالواقعية وبالسلاسة ديالو، ويمكن يخدمو أي إنسان من 3 سنين إلى ما فوق كيتل الجنسين. هذا ان سبور اللي كيمشي بعد من لا براتيك ديال ان كو دو بيي ولا ان كو دو مان سامبلومون، مي كيقلب على الجوهر ديال لي زار مارسيو ان جينيرال. دونك هي بحال اون فوا اللي حنا كنتبعوها باش نوصلوا لان ميرفيو ما يمكنش نوصلوا ليه في لي زوت سبور كلهم. هاد لا براتيك كتعلمنا ماشي غير لا ديسيبلين مي حتى لا جيستيون دو ستريس، لا بيرسيفيرونس، لاندورانس، لا سوبليس بارفوا. الا كان ان انمي دور و فونيت با سوبل سوبل بلوتو ما غاديش تفوق عليه. ماشي غير ان سبور دو كومبا، ما كاينش غير الكومبا، كاين هنا كنتعلموا كنقلبوا نوليو بحال لو هي ا بروميير فيو كتبان فابل، مي كون تي لاتاك ان ايليمون دور ما يقدرش يغلبها اي لونفلوب و اي بي با لا كومباتر. دونك بغيت كاع الناس اللي قدنا وعمرو ما داروا ان سبور ولا واخا يكونوا ديجا داروا ان سبور ينضموا لينا في هذا الكونغ فو باش نوصلوا داك لو ميرفيو اللي كنقلبوا عليه كلنا. تابعوا كونغ فو جلا فوداو على قناه. اذا كيف ما شفنا تعرفنا اليوم على الكونغ فو، كيفاش جاتكم هذه الرياضه دكتور؟ كيفاش جاتك هذه الرياضه؟ الرياضه دي من كنت معجب بها زعماك، لان كيف معجب بجميع الرياضات. نعم. لان الرياضه اول حاجه ديسيبلين، اول حاجه و لا ديسيبلين كما قالت هي. نعم. سي لاندورانس، لاندورانس كتبقى غادي كتعرف شنو خاصك دير شنو هما لهنا. لا بيرسيفيرونس et aussi le respect de حتى الرياضه دكتور كتخلق هذيك لا كونيكسيون اللي هضرنا عليها قبيله ما بين الذات ديالنا الداخليه والذات ديالنا الخارجيه. الوغ حاجه وحده اللي ما تكلمناش فيها ومازال كتطبق هي عندنا ثلاثه العقول، الجسم العقل ديالنا فيه ثلاثه العقول، فيه العقل الاول اللي كيتسمى ريبتيليان، عندنا وهو ريجيد يعني كيتسمى كيقاوم الظروف الصعبه وديال الظروف ديال لا سيرفي، خصك تعيش ما كتعرفش ما كتبقاش تفرق كتقول انا خصني نضارب ولا نهرب، نضارب يعني سيرفيفغ
باش نمشي نخدم باش نخلص الخلصه ديالي باش نربي ولادي لان كضرب ما كتعرفش هذا كيتسمى ان سيرفو ريبتيليا نعم وكيخدم بلا كورتيزول يعني سون لوي الهرمون اللي كيكون ديال لي غلون سورينال الفخم الكلاوي كيخدم بلا كورتيزول والادرينالين يعني انت ملي كتشوف شي حاجه كتصعيب عليك الادرينالين ديالك كطلع لو دوزيام سيرفو سي ان سيرفو ديال لو سيستيم لامبيك لي ايموشن الاحساس ديالنا ولو تروازيام سي هومان العقل الثالث وهنا الى 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 جواني انت اللي كتقول دكتور العقل كيخدم بزاف في هذه الرياضه اللي كنهضروا عليها اليوم اللي هي الكونغ فو اللي هي الكونغ فو اللي واللي ثار الانتباه ديالي ان التصنيف اللي عطاته او الشبه اللي عطاته هو انها بحال الماء يعني كتشوفوا بانه راه كيعطيك كيوحي لك بانه راه هادئ ولكن فوق هادئ وخفيف وخفيف يعني من بعد كيقدر يهيج يعني فوق الوقت اللي كتحط فوق منه شي حاجه ثقيله بحال الباطو بحال شي حاجه كيوقف صامد قدام هذاك الخصم ديالو اللي هو مثلا هذاك لو باطو اذا الا عرفنا الكونغ فو هي واحد الرياضه اللي تكتشفت قديما كنعرفوا عليها بروسلي اللي كان معروف في هذه الرياضه كاملين كنعرفوا بنجم بروسلي بزاف ديال الناس واللي عطى واحد الشعبيه كبيره وكبيره بزاف لهذه الرياضه هذه اليوم الكونغ فو ولا كيتدرب في جميع انحاء المغرب كاينين مجموعه من الانواع ديال الكونغ فو كيف ما شفنا اليوم الكونغ فو جيالانغودا اللي هو واحد النوع ديال الكونغ فو كيف ما كاينين مجموعه من الانواع اخرين كل بلاد منين فاش زارها الكونغ فو كيفاش ولات كتلعب ولكن التقنيات ما كتختلفش بزاف كاين ايضا مجموعه من الاسلحه بحال العصي بحال السيوف اذا هذه الرياضه اللي كيمارسوها الذكور حتى الاناث كبار صغار ما كاينش مشكل رياضه اللي كتعلم من خلالها لا ديسيبلين كتعلم من خلالها كيف ما كنشوفوا الناس كاملين اللي كيديروا هذه الرياضه ديال فنون الحرب كتكون عندهم واحد الروح هادئه كيكونوا زين ما كاينش مشكل طبعا مروان كنتعلموا منها بزاف ديال الحوايج وحتى النظره